بتوسع كان جيت تعرفني ما 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 تسال السؤال هذا ولا دونك مش لا انا ماذا بيا الاجابه اللي يتفرجوا مش لي انا جوستومون لا معناتها لا على خاطر هاني قلت لك انت كان جيت تعرفني راك ما سالتنيش السؤال هذا باهي ولا معناتها ما يغيرش المسيو جمله معناتها الحمد لله يا رب يعرف شنو تو المسيو ما يغيرش انا جاي هنا تو المسيو ما يغيرش اما ثم ممثلات اخرين غيروا منك في مكتوب والله باش نكذب عليك انا حكيت الغيره والواحد من الحق سقف ما زلت ما دخلتش فيه فهمت دخلت فيه دونك انت عندك شكون يغير عليك؟ يغير علي ولا يغير مني؟ لا عليك ساعه امي تغير علي بالطبيعه عندي امي تغير علي طبعا نحب تحيه كبيره برشا لنجله بن عبد الله خاطر متاكد باش تكتشفوا حاجه جديده مش نجله في ريال اما باش تكتشفوا نجله في ناعوره الهواية اثنين اللي هي حاجه مغايره برشا بعد شويه نحكيو على جديد نتاع احمد اللي هو الدور بالرسم باش يكون اوزي يظهر لي دونك هذا الدور اللي باش نحكيو فيه ان شاء الله بعد لحظات باش نغنيو ونشطحوا زاده ونحكيو مع شمس الدين باشا ومع الفقرات اللي تعودنا عليهم الكل تو سويت بالكاس في سان ديغيان